دكتور عادل، ايوه يا فندم اتفضلي. حضرتك انا كنت بس والدة من سنة ونص، وكنت باخد الحقنة بتاعت كل شهر، ايوه فدلوقتي حاليا موقفة الحقنة بقالي 6 شهور ومفيش بيرد بتيجي وتعبني خالص، فانا بفكر في حل، فهو الحقنة دي عاملة مشكلة؟ يعرف من يفحص حضرتك، من يعمل لحضرتك سونار مهبلي، من يجري لحضرتك تحليل الهرمونات. حقنة منع الحمل عبارة عن جرعة ممتدة المفعول من هرمونات طويلة المدى بتخزن في دهون الجسم وتنطلق بالتدريج لتؤدي إلى أثرها على المدى الطويل اللي بعديها. الحقنة لو كانت شهرية أو 3 شهور قد يستمر أثرها في منع الحمل لعدة شهور بعد إيقاف آخر حقنة، والأثر الممتد ده أكثر حدوثا في سيدات المنطقة العربية لسببين، لأن الحقنة بتخزن في الدهون وإحنا عندنا تخزين الدهون أو مستوى الدهون عالي. نمرة 2، لأن الحقنة وهرموناتها بتكسر في الكبد، وإحنا عندنا الكبد المصري بالذات ما هواش أداؤه مثالي، وبالتالي أثر الحقنة المفروض ينقشع من الجسم بعد عدة أسابيع أو أيام بيستمر لشهور أحيانا. هي كمان بتحدث خلل هرموني وبترفع هرمون اللبن في بعض السيدات. بعض الستات وهي بتاخدها بتزيد في الوزن جدا، وده له آثار سلبية جدا على الهرمونات والتبويض. أي من ده اللي عند حضرتك أنا مش عارف أتلفت وأحدثت ضمور شديد في بطانة الرحم، وهذا من معيوبها أحيانا، كل ده وارد. لازم حد تقعدي قدامه يفحص حضرتك بالسونار المهبلي، يطلب تحاليل، يبقى واعي لمشاكل هذه الحقن عشان يقدر يقول ايه المشكلة الموجودة، وهل من حقن منع الحمل ولا لا، ونعالجها ازاي.